السلام عليكم. هذا الفيديو استمرارية للريال باور اند فريكونسي كنترول. الخطوة الأولى باتجاه لود فريكونسي كنترول LFC اللي هو الفريكونسي كنترول. الفريكونسي كنترول متى بنحتاجها احنا؟ إن صار في تغير باللود، إذا الجنريتر شغال أو باللوب ببساطة راح يعطينا 50 هرتز، لكن إذا تغير اللود هل بيظل يعطينا ال 50 هرتز أو الديزايرد فريكونسي اللي عندنا؟ أول سيستم راح ندرسه لو كان عندنا سنجل جنريتر سنجل لود، زي عندنا مثلا مزرعه وعندها جنريتر او مصنع وعنده جنريتر مش محتاج لا جريد ولا انذر جنريتر. هذا السيستم الجفرنر تاع هذا السيستم بنسميه ايسوكرونس جفرنر. هذا الخطوه الاولى اللي راح نتعلمها في هذا الفيديو. ببساطه هذا الكنترول موديل او الدياجرام اللي احنا بندرسه السكيماتيك اللي عندنا، هذا تماما نفس الموديل اللي مر معنا زي قبل هيك واجى معنا بالامتحانات، عندنا بي ميكانيكال وعندنا بي الكتريكال. العلاقة اللي بيناتهم هي بتحدد الدايناميك بتاعت الشافت اللي هو قانون نيوتن الثاني، قانون سوينج ايكويشن اللي حكيناه عندنا. الآن لو تغير اللود شو راح يصير عندنا؟ هذا البالانس راح يتغير، فبالتالي شو راح يصير عندنا؟ يا دي تسارع يا دي تباطأ. لو افترضنا انه اللود زاد كيف بدنا نقرر الفريكونسي؟ ببساطة بدنا نقرأ السبيد بتاعت الشافت. هاي السبيد بتاعت الشافت هي الفريكونسي، لأنه السبيد والشافت السبيد والفريكونسي 120 اف على بي. طيب نقارنها بريفرنس فريكوانسي او ريفرنس سبيد، هاي اللي تمثل لنا ال 50 هرتز او ال 60 هرتز او ممكن تكون 50 ونص هرتز حسب السيستم على اي فريكوانسي انت مقرر تشغل عندها. اذا كان في مس ماتش، ليش دي يجي المس ماتش؟ ليش دي يكون عندي ايرور بالفريكوانسي؟ تغير اللود، تغير اللود هو بيتطلب انه الجنريتر يتسارع او يتباطأ، الشافت يتسارع او يتباطأ. هذا الايرور لازم نعالجه، كيف نعالجه؟ نستخدم كنترولر، لانه شو معنات جفرنر؟ سبيد كنترولر، سبيد كنترولر لمين؟ للتربين، للجنريتر. معناته في عندنا كنترولر، هذا الكنترولر اي نوع؟ انتجرال كنترولر. انسى الماينس اللي موجوده عندنا هون، انتجرال كنترولر. هاي الانتجرال كنترولر، ليش بالذات الانتجرال كنترولر؟ لانه الانتجرال كنترولر له ميزه وين؟ بالستيدي ستيت، مش بالترانزنت، بالستيدي ستيت. شو ميزته؟ ميزته انه بالستيدي ستيت بيعمل اليمينيشن للستيدي ستيت ايرور، يعني انت بدك الاثنين هذول اللي هم الاكشوال فريكوانسي والديزايرد فريكوانسي بالستيدي ستيت ما يكون بيناتهم ديفرنس، معناته الايرور سيجنال اللي هي انبوت للانتجرال كنترولر بالستيدي ستيت كم راح يكون قيمتها؟ زيرو. زيرو متى؟ بالستيدي ستيت. طب اكشوالي هذا كنترول، اكشوالي شو راح يصير؟ ولا شيء، الكنترولر اللي هو الانتجرال كنترولر اللي هو الجفرنر راح يودي كوماند للفالف. هاي الكوماند اللي على الفالف حتغير فتحه الجفرنر، فبالتالي ستيم اكثر راح يمر او ستيم مناسب راح يمر حتى يعدل هذا الايرور، لانه الايرور من وين جاي؟ الفريكونسي مس ماتش من وين جاي؟ من الباور مس ماتش. الباور عندنا في باور ديفرنس بين الميكانيكال والالكتريكال، معناته في فريكونسي ديفرنس بين الاكتوال وبين الديزايرد، فهو راح يغير الانبوت باور. لما يرجع انه بي ميكانيكال تساوي بي الكتريكال بده يرجع عندنا ايش؟ انه الفريكونسي ديفيشن بده يرجع زيرو. هاي وظيفه اي الانتجرال كنترولر. هاي الكوماند سيجنال اللي هي الدلتا واي، هاي مقدار الانرجي او التغير بالانرجي اللي راح تمر من الفالف بتاعت الجفرنر، يعني مقدار الانرجي اللي او الباور اللي راح توصل له التيرباين. باختصار ايسوكرونس جفرنر شو يعني؟ كونستانت سبيد. شو المقصود بكونستانت سبيد؟ انه شو ما تغير اللود، شو ما تغير اللود بالنيو ستيدي ستيت اوبريتنج بوينت راح يرجع لايش؟ لنفس الفريكونسي اللي انت مصممه عندها. ليش؟ لانه الكنترولر تذكر معي شو الانبوت للانتجرال كنترولر والديفرنس بين مين ومين؟ بين الريفرنس فريكونسي والاكتوال فريكونسي. بالستيدي ستيت شو بيطلع الديفرنس اللي بيناتهم اللي هو الايرور سيجنال؟ زيرو. فدائما دائما الفريكونسي راح ترجع لمين؟ لنفس الفريكونسي الاصليه. فبالستيدي ستيت constant speed يعني constant frequency عن طريق شو؟ الاكتويتر، الاكتويتر اللي هو الفالف. الفالف بدنا نعدل احنا الاوتبوت الستيم، الاوتبوت انرجي منه، عشان هيك بالنسبه لنا الكنترول سيجنال هي حتعمل اكتويتنج للمين مين ستيم سبلاي فالفز. طيب كمان مره هذا السيستم اللي اندر ستدي، لو شو صار عندنا؟ لو تغيرت الالكتريكال باور اللي هو موضوعنا، ليش ندرس تغير الالكتريكال باور؟ لانه باور فريكونسي كنترول، من وين اجت مشكله الفريكونسي؟ من تغير الباور. فبالتالي لو زادت الالكتريكال باور شو راح يصير بالفريكونسي؟ هاي الريسبونس امامنا، راح تقل الفريكونسي لفتره وبعدين ايش؟ ترجع للستيدي ستيت.
تعالوا ندرسها سوا. كان زمان عندنا مستوى معين من البي إلكتريكال لود، فجأة اللود صار لإيش؟ لنيو ليفل. بالتالي شو راح يصير عندنا؟ نتذكر سوا مين اللي بده يدرس لنا هاي العلاقة اللي هي السوينج إكويشن. بالبداية البي أكسلريشن هي بي ميكانيكال، بي ميكانيكال ناقص بي إلكتريكال. شو اللي صار؟ بالبداية الديفرنس اللي بيناتهم زيرو، فالإنيشيال إنيشيال فريكونسي كم مقدارها؟ زيرو. إحنا في البداية ما كان عندنا باور مس ماتش. بعدين شو صار عندنا؟ البي تغيرت، البي إلكتريكال زادت، مصنع واشتغل. لما مصنع عندنا اشتغل شو صار؟ صار في عندنا ايرور بالباور او فرق بالباور. هذا فرق الباور شو يعني؟ الالكتريكال تورك اللي على الشافت اقل من السورس تورك اللي هو الميكانيكال تورك. فايش بده يصير بالشافت؟ ايش بده يصير؟ بده يتباطا، لانه الباكورد تورك اعلى من الفورورد تورك. لما بده يتباطا ايش اللي راح يصير معنا؟ راح حسب السوينج ايكويشن كمان مره، احنا ما عندنا اهملنا الفريكشن بالنسبه لنا، بي ميكانيكال ناقص بي الكتريكال بتساوي البي اكسلريشن. انا مصر على السوينج ايكويشن عشان نتذكرها كثير. الان شو اللي صار معنا؟ زاد هذا. طب قبل ما يزيد شو كان؟ كان البي ميكانيكال والبي الكتريكال تماما زي بعض. زاد البي الكتريكال، تعال طلع لي على الديفرنس. هذا ما تغيرش لانه ميكانيك، الميكانيك بطيئين صح؟ اللود زاد فجاه، فالميكانيك لسه ما تغيرش. الديفرنس شو اللي صار بيناتهم؟ نيجاتيف. شو يعني مشتقة نيجاتيف؟ يعني ديسلريشن صح؟ فعندنا واضح انه ايش؟ السبيد تتباطا، السبيد اللي هي الفريكونسي تتباطا. شو العامل اللي بيحدد لنا قديش تتباطا والريت اللي تتباطا فيه؟ ريت يعني اكسلريشن. اثنين اللي هم ايش؟ الانيرشيا تاعت الشافت، الانيرشيا تاعت السيستم كامله، وايش كمان؟ والتغير في الميكانيكال باور. هذول الاثنين بالنسبه لنا عوامل بيحددون الريت اوف تشينج ومقدار التشينج نفسه. الان لغايه ليش احنا وقفنا المنطقه عند هاي النقطه؟ هاي النقطه شو بتمثل لنا؟ النقطه اقصى قيمه. شو يعني اقصى قيمه؟ حسب ما درسنا زمان اقصى قيمه يعني ماكسيمم او مينيمم، يعني الديريفاتيف بتساوي زيرو. لحظيا عند هاي اللحظه مين اكبر، البي ميكانيكال ولا البي الكتريكال ولا نفس بعض؟ نفس بعض. معناته كم الديريفاتيف؟ هيهم الاثنين زي بعض، لذا انهم الاثنين زي بعض معناته الديريفاتيف كم بدها تطلع؟ زيرو. فهي قيمه قصوى عندنا هون، فهذا اقصى نقطه بده يتباطا عندها السيستم. بعد هيك طلعوا معي هنا شو صار؟ البي ميكانيكال اعلى من البي الكتريكال. شو صار عندنا؟ الفورورد تورك اعلى من الباكورد تورك. فبالتالي شو بده يصير عندنا؟ تتسارع الشافت، بيتسارع لغايه ما يرجع لمين؟ للنيو سيد ستيت اوبريتنج بوينت. بس هذا ايسوكرونس. شو يعني الاولد اوبريتنج بوينت؟ هاي الاولد اوبريتنج بوينت والنيو سيد ستيت اوبريتنج بوينت ذي ار ذا سيم. فبالتالي راح يرجع السيستم لكونستانت سبيد. بالمقابل متى بنوصل للكونستانت سبيد؟ لما يستقر الجينيريشن عند النيو جينيريشن ليفل. هذا النيو جينيريشن ليفل لما يستقر الجينيريشن عنده نرجع سوا للسوينج ايكويشن تحكي لنا الديفرنس اللي بيناتهم زيرو. فبدي يصير عندنا شو؟ السبيد كونستانت، الفريكوانسي كونستانت. هاي الفريكوانسي او السبيد اللي احنا بدنا اياها. كله هذا كان مين بيأدي؟ الكنترولر اللي هو الانتجرال كنترولر. شو معنى كنترولر؟ يعني جوفرنر بالنسبه لنا لهي الماده. خلصنا من الايسوكرونس سيستم او الايسوكرونس جوفرنر. الان لو ما كانش زي ما حكينا شو يعني؟ انه عندي تو جنريترز، تو جنريترز لو كانوا الاثنين شغالين ايسوكرونس، انه الاثنين بيحاولوا يرجعوا الفريكوانسي للاولد سيد ستيت اوبريتنج بوينت، شو راح يصير معنا؟ الاثنين راح يحاولوا يعالجوا الايرور. ما بتعرفش مين اسرع من الثاني. طيب واحد بيحاول يعالج الايرور والثاني بيحاول يعالج الايرور، هل راح يصير في تداخل بيناتهم؟ لا طبعا حيصير تداخل بيناتهم، حتى حسب كتابنا فايتنج بيناتهم. ليش؟ لانه كل واحد له انيرشيا، يعني شو اكسلريشن ريت او ديسلريشن ريت، كل واحد له كباستي، فواحد اسرع من الثاني، كل واحد له انترنال امبيدنس. كل هاي عوامل بتخلينا نقول انه ما بنعرف مين اسرع من مين. فشو الحل؟ نستخدم الدروب كاركترستيك. شو وظيفة الجوفرنر بشكل عام؟ شغلتين، الأولى تتحقق بالايسوكرونس سيستم اللي هي ستابيلايزنج ذا سيستم فريكوانسي، إنه الفريكوانسي يضلها أراوند أو فيري كلوز تو ستيدي ستيت أوبريتنج بوينت اللي إحنا بدنا إياه، اللي هي السينكرونس فريكوانسي 50 أو 60 هرتز. الوظيفة الثانية اللي هي ديفايد ذا لود بتوين جنريتر يونتس. المعنى انه انا ما اتركهم زي ما بدهم، مين يشيل يشيل، او الكبير يشيل والقليل والجنريتر الصغير يشيل اقل، لا انا بدي الجنريترز كل واحد يشيل قد ما بدي، لانه يمكن الجنريتر الكبير هو الجنريتر الغالي، فانا ما بدي هذا الكلام.
فشو الحل؟ نضيف فيدباك سيجنال. هاي الفيدباك سيجنال بس نركز سوا على الانبوت تاعها، بدايتها ايش هي؟ الانرجي اللي راح تروح للتيرباين. هاي الانرجي اللي راح تروح للتيرباين كل ما كانت اكبر كل ما كان الفيدباك اكبر، بحكم انها راح تنضرب بنفس الكونستانت. هذا الفيدباك لوين راجع؟ راجع للانبوت تاع الكنترولر. نسال حالنا سؤال، شو الانبوت تاع الانتجرال كنترولر؟ شغلتين، شو هم؟ الدفرنس قديش احنا بعيدين عن السينكرونس سبيد. لو قلنا بس قديش بعيدين احنا عن السينكرونس سبيد، فوظيفه الكنترولر يلغيها هاي لوحدها، بس الان ضفنا عليه ايرور جديد. شو هو؟ ريشيو بيرسنتج من الاوتبوت باور اللي هي الار، ار ضرب الاوتبوت باور اللي هي الدلتا واي. فمعناته احنا سمحنا او ضفنا ايرور انتنشنالي. الان الايرور اللي ضفناه على السيستم شو راح يساوي؟ ما راح يخليك تشتغل عند ال 50 هرتز او ال 60 هرتز. فبالتالي كل جنريتر الباور اللي بيطلعها بتبعده او بتقربه عن مين؟ عن ال 50 هرتز او ال 60 هرتز. هاي وظيفه مين؟ السبيد دروب كاركترستيك اللي ضفناها، هاي اللوب الجديده. هاي اللوب الجديده شو عملت لنا؟ بطل في مجال نرجع لل 50 هرتز بالضبط او ال 60 هرتز بالضبط. هذا مشكله، بعدين بنتعلم كيف نحلها. ننتبه للبلوك دياجرام، بحاسبك بالامتحان على الماينس والبلس في كل واحدة فيهم. ضروري نكون عارفين هذا البلوك دياجرام وكل إليمنت فيه كيف بيشتغل. كمان مرة للتأكيد، هذا الجوفرنينج أو السيستم أمامنا كامل. وين الجوفرنينج سيستم اللي عندنا؟ هذا اللي ضمن الداشد أريا. الداشد أريا هاي نحاول نبسطها، راح تظهر معنا هيك، بس اتذكر إنه أنا عاكسها، الشمال يمين يمين الشمال. يعني تخيل معي هاي الدلتا أوميجا آر الانبوت للجوفرنر، وهي الانبوت للجوفرنر. هذا الموديل كلياته بالنسبة لنا، راح نحاول نعمله سيمبليفيكيشن بلوك دياجرام ريدكشن. صار عندنا ماينس واحد على R، يعني سالب الواحد على الريجوليتر. وشو كمان عندنا؟ وعندنا فيرست اوردر سيستم له تي جي. شو يعني تي جي؟ تايم كونستانت لمين؟ للجوفرنينج سيستم. هذا التايم كونستانت للجوفرنينج سيستم اللي هو واحد على كي في R. الآن واحد على K في R، الـ K هي الـ Integral Controller، واحد على K في R هل هي قيمة عالية ولا قيمة قليلة؟ بيعتمد على الـ Governing System. إذا الـ Governing System Pure Mechanical System راح يكون كثير بطيء. شو يعني كثير بطيء؟ TG حتكون عالية. طب وإذا كان Electronic Static Governor أكيد راح يكون سريع جدا بالنسبة للأولاني. فباختصار إحنا عندنا Isochronous System Constant Speed. متى هذا بزبط؟ Single Load Single Generation Generation Unit. إذا احتجنا Parallel Operation الIsochronous System غالبا راح يفشل. الحل شو هو؟ نودي كل واحد على Target. كيف يعني نودي كل واحد على Target؟ كل واحد نعمل معاه دروب Characteristic. شو هاي الدروب Characteristic؟ بدك باور أكثر، لازم تتنازل عن Frequency أكثر عن طريق الفيدباك اللي احنا رجعناه. راح يتوضح أكثر إن شاء الله بالفيديو القادم واللي بعده. ويعطيكم ألف عافية.